cheering their teams on just like we would in the United States, our sport teams, and having a good time, it looks like to me. No problems. لا بالعكس الكرة هي معشوقتنا كلنا كرياضي هي اللي عرفت على كارن جمهور الرياضي انت ليش ما تلعب طوبة؟ ما عندي ما عندك شنو؟ هي الرزق على كارم على هاي الكرة هو رزق من رب العالمين بس انت سعيك و تعاني بظروف قاسية ووضعك كنت كنت عايش في مدينة شعبية مدينة صدر ف جهاز حديدي ثناء بالوضع بالرأس بالتعذيب ويمتلك الشخص بالشمس لمدة ساعات ينتهي الراس من الحديد ما يقدر لا يقدر ينام يعني اذا نزل راسه بهالحالة حصل على رقبته اذا نزل على الحالة نفس الشيء فثقيل الوزن وهذا بعد ساعة يلبس بالراس بعد ما ينحي من الحرارة بطل يا